ايوه اصبر لك بس سويه بسرعه لها ايش رايك؟ ايوه هذا معي 15000 اصلا عشان كيف بتسوي الباكابانش الثاني؟ لا في حجر الحجر يجيك للزون الثالث وكذا ايوه هذا انا رايح ولا طالع يطلع معكم تعال يا طول الحجر الثالث ايوه في ايوه الذهبي تطلع يا وات السيف انا نفسي اروح الباكابانش الثاني ونرجع والله الاول يكفي لانه هم اصلا اوادم هناك مو زومبي قليل زومبي وانا اشيل لك الزومبي تعال بلا تعال انت لعبتها قبل ولا لسه؟ لا لعبتها قبل وخلصت الجزء الاول كان على اخر وصله رحت مت ما عليك خلاص احنا اربعه يا رجال نسويها معي انا ليفل 2 والمفك البنفسجي يعني مره السلاح حقي مره جامد اي انا نفسك خلاص هي ماشي انك حتشوف زومبي الكبير هذاك هناك وقروشه و... لا ما عليك ما شاء الله الشباب كلهم جو معانا والله كفو يا شباب ايش قصة المشن ده يا شباب؟ You have your orders. Secure and escort the package to the mission area. Keep it safe until it can be test fired. Let's get it done. يبغانا ندمر اشياء خاصة بالعدو. ايوه بس تدمير ولازم ناخذ الآلة هذيك اللي تمشي ونحميها. ايوه انا مت هنا ترى عند الآلة هذه انا مت. هذا مشن حق الزومبي هذي؟ المشن الأخير اللي هو الليفل الثاني اللي هو الآكت 2 آخر مهمة فيه. اوه طيب ينحسب لي هذا ولا ما ينحسب لي؟ اذا ما وصلت هناك ما راح يصير لا ما ينحسب لك بس تعال شغل الاجواء يلا شوف نطلع فوق نبغى نطلع فوق يلا نحاول نمشي اسرع شوي نحاول تيك يو فاير ميسايل لونشرز ار اون ذا روت جيت اب اند لايف يور تشارجز تعال نطلع بالحبل يا جماعة هنا على طول نطلع تعال يلا change your max يلا نطلع فوق كمان يلا نمشي اسرع I'm taking effective fire bollocks يلا انتبهوا بسوي مرة خطيرة ترى فوقها Get to cover في سنايبر I'm reloading What's your bloody fire حط الغنبة اللي عندك هناك يلا تعالوا شباب تعالوا ننزل تحت شغل سريع والله جيتك نخلص صفرة يا شباب يلا تعالوا هنا تو زومبي بالهبل ها اي ليفل دوت اتوقع الليفل الثاني
tossing a decoy. I'm not level السلاح level 1 بس. ايوه نفسه. بس هذا الشيء. انا ما مش فيه بل 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 ركز ركز يا شباب ترى والله صعب والله سلاح ما يسوي لما تلا مونكي يلا يلا Shake your bloody fire! Twitchy match! Hugo found an Ethereum deposit big enough to really neutralize the vehicle already knows the coordinates. Just make sure the ACV don't get neutralized on the way. يلا ضغط عليه مربع عشان انا حكون فوق انت يلا مين يلا اطلع اطلع فوق قوي هذا اللي طاح ما يبينا صحيح ما ادري فين مو باين خل خليه صحيح انا لا 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 تعال تعال والله بياخذ هذا اخر خطوه ترى الاخيره اتوقع اه خليه صحيح ما ادري صح الاخير روح بس اذا 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 ما جاء معنا والله ما اتوقع بيمدينا صحيح يقروش اللي يقدر يجيب لنا صندوق ايوه هذا ايوه وان هيت كل يلا يلا طيب شوفوا اذا جينا عند الاخيره انا معي اثنين مونكي راح احط المونكي وانا معايا كمان اسمعوا حفك المونكي ايوه حفك المونكي بعدين بس ايه بفك المونكي ونذبح الزومبي الكبير هذاك ركز عليه كل الدمج عليه مثل الزومبي الصغار ذولا لين نذبحه ثم نذبحه مره ثانيه يا عم انت ما تقدر تشوف مين اللي انا وين
تدري اول باول. حيجي الحين ها؟ انا افكر منكر اول شغلت اي مكتوب في بيت جو جو زنابيت يلا هو يطلع الريلاك بشكل شوف هذا جا اوكي هذا جد لا 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 تقولي شيخ هذا فكيت منكي فكيت منكي دمجوه ها دمجوه دمجوه انا فكيت منكي انا فكيت منكي اوكي تعتبر ريفايف تعتبر ريفايف في ريفايف انا نسيه انا نسيه هذا لكن يموت بسرعة خلوكم عنده انا احمل هذا ول 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 يا شاس والله هذه كيف التسويق الحالي انا مجنون ما عندي صوت ما عندي صوت حتى نعد الخاص ولا تعال تعال والله ورا هنا الآلة بتنفجر الآلة بتنفجر لا 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 الا حتنفجر حتنفجر انزا شت شت كيف ما معلش لا ساعد 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 بساعد انا بعيدي صوتي نتيكوين رمت لك منكي روح 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 يلا يلا هذا رمي منكي نفتح منه يلا 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 رمت منكي تعالي هلو تعبت رصاص انا واجيب لكم منكي بالهبل دقيقة حيموت 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 خلاص باقي شيء تفلا 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 بس كله يلا لا 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 بس انا بعد الآلة لما تكون كانوا عليك الله يسلمك طيب حاليا ما عندي رصاص شباب نفجر الرصاص هي اللي قاعد كذا كذا كافوا عليه والله اقسم بالله رجع As you can see the test was a success The ether neutralizer destabilizes any ethereum within its blast radius What remains of the element rapidly decays into harmless isotopes But that was raw, unprocessed ethereum. The material in Zakhaev's vial is highly enriched. My projections show this weapons-grade ethereum can withstand our prototype. In other words, you failed. This was a waste of time and resources. Not true. The principle has been proven. We just need to amplify the neutralizer and recalibrate its output. And you can do that, can you? Not quite, but Zakhaev obtained research written by the expert on Ethereum enrichment. Stas. Old mate of yours? Friends are a luxury I can seldom afford. Zakhaev stored Strauss's research in a vault. It'll be heavily guarded, but that research holds the key to upgrading the neutralizer. We don't have time for this. Our focus should be Zakhaev himself. And if we find him, then what? He unleashes his remaining vial, and we have nothing to counter it. Deadbolt might be able to hammer this thing hard enough to contain it. But if the objective is to end it, that neutralizes our best shot. Fine. Get Strauss's data. See what Dr. Jansen can do with it. Migraine. It'll pass. They always do.